السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ولاد هناخد درس جديد في الدين بعنوان الصوم. بيقول لي: ما كانت صوم رمضان فرض الله الصوم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فرضه على الأمم التي سبقتها، وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. يبقى بيقول لي هنا لو جينا حطينا سؤال هنقول إيه أول سؤال؟ على أي أمة فرض الله الصوم؟ هتقولي فرض الصوم على أمة محمد كما فرضه على الأمم التي سبقتها، تمام؟ طيب متى فرض الصوم؟ فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. طيب على من يجب الصوم؟ يعني مين المفروض أن هو يصوم؟ يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام. يبقى على من يجب الصوم؟ على كل مسلم، طبعا اللي إحنا المسلمين اللي بنصوم، البالغ، تمام، العاقل يعني يكون عاقل ما عندهوش جنون او حاجة، القادر على الصيام اللي ما عندهوش مشاكل صحية ويقدر ان هو يصوم. يبقى على من يجب الصوم؟ على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام. طيب ايه هو اصلا تعريف الصيام وايه وقته؟ لما اجي اقول لك عرف الصوم ووضح وقته هتقولي ايه؟ هو الامتناع عن الطعام والشراب وكل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. يبقى تعريف الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب وكل المفطرات اللي احنا هنقولها في الدرس، الامتناع عن الطعام والشراب وكل المفطرات، بس ليه وقت؟ من طلوع الفجر حتى غروب الايه؟ الشمس. طب احنا هنعملها بنية، النية دي هي التقرب إلى الله تعالى، كل واحد بيصوم بنية ان هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا كلنا عارفين وحافظين الآيات اللي نزلت في الصوم، من الآيات من سورة البقرة قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قلنا الآية دي من سورة البقرة، الآية دي التي فرض فيها الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يعني إيه كتب؟ كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الأمم السابقة، لعلكم تتقون. يعني إيه تتقون؟ تخافون الله. أياما معدودات، يعني الصوم عبارة عن أيام معدودة، عدد من الأيام معدود، تمام. فمن كان منكم مريضا او على سفر، في بقى استثناءات او ناس مباح لها الفطر، فعده من ايام اخر، المريض او اللي على سفر مباح له ان يفطر ولكن عليه قضاء هذه الايام في ايام اخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني والذين يستطيعون الصوم فدية طعام مسكين، اللي هم الناس اللي ما يقدروش ان هم يصوموا، فطبعا عليهم طعام مسكين، فمن تطوع خيرا له. يبقى من تطوع طبعا ان هو يصوم، يبقى تاني هنقول من اول الايات تاني الشرح: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. يبقى ربنا في الايه دي بيقول فرض علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرض على الامم السابقه لعلكم تتقون، طبعا بنيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى، لاننا نخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. اياما معدودات، الصوم هيكون في ايام معدودات، هو شهر رمضان بس. فمن كان منكم مريضا، اللي مريض عنده مرض طبعا ما يقدرش عشان يصوم، او على سفر، او هو على سفر طبعا مباح له الفطر، فعدة من أيام أخرى، عليه قضاء هذه الأيام إيه في أيام أخرى بعد رمضان، وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون الصوم ولكن بمشقة، ففدية طعام مسكين، يعني اللي قادرين يصوموا بس عليهم مشقة في الصوم طبعا بسبب مرض أو حاجة، فدية طعام مسكين، فعليهم طبعا إطعام المساكين قضاء لهذه الأيام. فمن تطوع خيرا، ولكن الذي يتطوع يعني ويصوم رمضان أو يصوم الأيام اللي فطرها في رمضان فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طبعا ربنا سبحانه وتعالى شرف شهر رمضان بنزول القرآن فيه،
في ليلة القدر زي ما احنا عارفين. يبقى شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه الايه؟ القرآن. القرآن ده نزل هدى للناس، يعني هداية للناس، وبينات يعني آيات واضحات من الهدى والفرقان. تمام، الهدى والفرقان يعني الهدى للناس إلى السعادة، يهدي الناس إلى السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى تاني شهر رمضان شرفه الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن فيه في ليلة القدر. هذا القرآن نزل هدى للناس وبينات، يعني هدى أو هداية للناس وآيات واضحات، طبعا ليهدي الناس إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فمن شهد منكم الشهر، اللي طبعا يعني يتأكد من هلال شهر رمضان، فليصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى اللي يشوف هلال شهر رمضان يشهد الهلال ويعرف خلاص بداية الشهر العربي، طبعا يعمل إيه؟ عليه بالصيام، إلا إذا كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عليه قضاء هذه الأيام التي سيفطرها في أيام أخرى بعد رمضان. يريد الله بكم اليسر، ربنا عامل كده عشان ييسر علينا الأمور، زي ما احنا عرفنا في الدروس اللي فاتت أن ديننا دين يسر وليس عسر، ولا يريد بكم العسر. يبقى ربنا يعني عايز لينا اليسر يعني السهولة، ولا يريد بكم العسر يعني الصعوبة. خلاص، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكملوا العدة يعني تكملوا 30 يوم صيام. شوفوا انتوا فطرتوا كام يوم في رمضان، سواء لتعب او لسفر، وطبعا الايام دي هتقضوها بعد رمضان حتى تكملوا عدة الصيام اللي هم 30 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكبروه ليلة الفطر، تكبروا الله على ما هداكم، زي ما احنا بنقعد طبعا ليلة عيد الفطر بنفضل نكبر لحد الصلاة على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لعلنا نشكر الله سبحانه وتعالى على إيه؟ نعمه. خلاص، طيب في الآيات دي عرفنا كيف يثبت هلال أو كيف يثبت الصوم. إمتى أعرف إن أنا المفروض أصوم؟ بيقول يثبت الصوم برؤية الهلال من رجلين صادقين أمينين، أو من رجل ورجل وامرأتين. بيقول يثبت الصوم بإن إحنا نشوف الهلال. الهلال ده مش أي حد يطلع يشوفه ويقول خلاص أنا هصوم بكرة. بيقول لي لابد أن من يرى الهلال رجلين صادقين آمينين، أو رجل أو رجل وامرأتين. يعني طبعا عشان كده اللي بيشوف الصيام أو بيشوف الهلال يعني هو طبعا حد من المفتي الجمهورية يعني وكده، وحد طبعا تاني معاه. فطبعا عشان لازم رؤية هلال رمضان تكون من رجلين صادقين آمينين أو رجل وامرأتين. فإن لم يثبت الهلال يوم 29 من شعبان ثبت رمضان بإتمام شعبان 30 يوما. يعني طبعا هم بيستطلعوا الهلال يوم 29 من شهر شعبان. لو لقوا ما فيش هلال يوم 29 يبقى كده خلاص كده هيتم شعبان 30 يوما، ثم يبتدي يوم يبدأ يعني شهر رمضان في أو بعد 30 يوما من شعبان هيكون غرة شهر رمضان. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإذا غم عليكم فصوموا 30 يوما. يعني الكلام ده الحديث بيقول لي إذا رأيتم الهلال فصوموا. يبقى إذا رأينا الهلال يوم ليلة 29 من شهر شعبان، طيب نعمل ايه؟ لو رأينا الهلال هنصوم تاني يوم خلاص. طيب اذا لم نرى الهلال بقى اذا رأيتموه فافطروا، يعني طبعا اذا لم يثبت او اذا طبعا لم يثبت الهلال يوم 29 من شهر شعبان ثبت رمضان باتمام 30 يوما زي ما احنا قلنا، فاذا غم عليكم اذا لم تروا يعني لو ما شفتوش الهلال فصوموا 30 يوم. كده هنعمل ايه؟ هنصوم 30 يوم. يبقى اذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأينا الهلال يوم ليلة 29 من شهر شعبان هنصوم تاني يوم. ماشي، وطبعا وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب صمنا رمضان خلاص، رأينا الهلال في آخر رمضان نعمل إيه؟ نفطر بقى تاني يوم. فإذا غم عليكم فصوموا 30، إذا لم نرى إذا غم عليكم إذا لم تروا، إذا لم نرى الصيام أو إذا لم نرى الهلال في الليلة 29 من شهر رمضان فكده هنصوم 30 يوما، هنتم الصيام 30 يوم. يبقى يعني ايه غم عليكم؟ لم تروه بسبب غيم او ضباب. ولا يلزم اتحاد المسلمين في الصوم لاختلاف الرؤية. يعني احنا بنشوف في بلاد بتبقى مثلا قبلنا بيوم في الصيام، او احنا مثلا قبليهم بيوم في الصيام، واحنا بنفضل نقول لا ما ينفعش ولازم كلنا نصوم مع بعض. لا، هو بيقول لي هنا لا يلزم اتحاد المسلمين في الصوم لاختلاف الرؤية، لان اصل الشرع رؤية الهلال،
ولا يلزم أن يصوم المسلمون جميعا في كل بقاع الأرض في يوم واحد لاختلاف مطالع القمر في البلاد الإسلامية وعدم اتفاق التوقيت فيها، فمن ثبت لديه الهلال ثبت لديه هلال رمضان فليصوم. بيقول لي لما لا يلزم اتحاد المسلمين في الصوم؟ ليه مش لازم كلنا نصوم مع بعض في يوم واحد؟ لأن طبعا أصل الشرع هو رؤية الهلال، إن احنا ايه نشوف الهلال عشان نصوم. طبعا ولا يلزم أن يصوم المسلمون جميعا في كل بقاع الأرض في يوم واحد. ليه بقى؟ لاختلاف مطالع القمر في البلاد الإسلامية، في أصلا فرق توقيت بيننا وبين البلاد الإسلامية خلاص أو كل البلاد يعني، وطبعا مفيش توقيت متفق طبعا بين كل بلد والتانية، فليثبت عنده هلال رمضان إيه يصوم. عشان كده ممكن تلاقي إن في فرق في صوم يوم أو يعني يوم مثلا بين البلد دي والبلد دي، طبعا بسبب إيه اختلاف مطالع القمر في البلاد الإسلامية وعدم اتفاق التوقيت فيها. يبقى لما لا يلزم اتحاد المسلمين في الصوم؟ لأن أصل الشرع رؤية الهلال خلاص، وطبعا من ثبت لديه هلال رمضان فليصم طبعا لاختلاف مطالع القمر في البلاد الإسلامية وعدم اتفاق التوقيت فيها. طيب إيه هي الحكمة من فريضة الصوم؟ بيقولي ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش لكنهما مظهران ماديان للصوم. يبقى احنا طبعا ربنا مش عايز يعذبنا ان هو مخلينا صايمين طول النهار من غير اكل او شرب، فبيقولي ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش، لكن دول مظهرين ماديين للصوم. اما الحكمة الحقيقية من الصوم هي غرس الصبر، صدق النية، تربية ضمير المسلم، وتقوية العزيمة، فيثبت المسلم لمصائب الزمان. بيقولي الحكمة الحقيقية من الصوم ان هو يغرس فيك الصبر، طبعا انك تصبر طول النهار من غير اكل او شرب، مع ان الاكل والشرب قدامك ممكن تاخد باللي انت عايز محدش هيشوفك، لكن طبعا ده هيعلمنا الصبر، صدق النية، ان انت طبعا الصوم متوقف على نيتك. انا مثلا ممكن قدام الناس ابقى صايم وبيني وبين نفسي انا باكل او بعمل اي حاجة غلط خلاص، يبقى صدق النية. تمام؟ يبقى يعني ايه صدق النية؟ طبعا ان احنا كل واحد فينا الصوم بتاعه متوقف على نيته، مين طبعا صايم صيام طعام وشراب فقط، ومين اللي صايم طعام وشراب وكمان عن المعاصي وكل حاجة. فطبعا عشان كده حتى ربنا جعل ثواب الصوم له فهو الذي يجزي به. تربية ضمير المسلم، طبعا حتة ان انت ما تاكلش او ما تشربش حتى لو انت قاعد لوحدك في البيت وما حدش شايفك، ده بيربي فيك حتة الضمير، ان انا لا انا عندي ضمير ومش هشرب ومش هاكل لان ربنا شايفني خلاص. طيب وتقوية العزيمة، طبعا ان انت برضو تصبر ويبقى عندك ارادة وعزيمة ان انت ما تاكلش حتى لو ممكن ماما تكون بتعمل اكل حلو جدا وانا شامم ريحة الاكل، ورغم ذلك انا عندي عزيمة لا انا مش هاكل عشان انا صايم. فبالتالي لو انت اتربت فيك الحتة دي كلها، الصبر وصدق النية وتربية ضمير المسلم وتقوية العزيمة، ده هيخليك تثبت لمصائب الايه الزمان. فالمؤمن لابد له من الصبر امام المصائب. يبقى حتة ان انت تصبر دي قدام المصائب دي هتتربى فيك لو انت عملت ايه، صبرت على صيام الجوع والعطش اللي احنا بنبقى فيه في رمضان، وطبعا الصيام عن الايه المفطرات وكل الايه الذنوب اللي احنا كنا ممكن بنعملها في غير رمضان. كما انه بحاجه الى الاستعانه بالله والاعتماد عليه، كده طبعا هيبقى فيها حته ان احنا نستعين بالله ونعتمد عليه طبعا، وكل واحد بيبقى بيتقوى بايه طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى على طبعا الصبر على كل اللي احنا قلناه قبل كده. والمؤمن في حاجه الى تكرر الدرس كل عام. طب ما يقول لك ماشي، طب ما احنا كنا صمنا بقى هو شهر واحد في عمري كله، صمت شهر رمضان وخلاص بقى عندي الحمد لله صبر وصدق نيه وتربيه وعندي ضمير وكل حاجه، ليه بقى كل سنه لازم ان انا اصوم رمضان؟ ما خلاص ما انا اتعلمت الكلام ده مره وخلاص. بيقولي المؤمن في حاجه الى تكرار الدرس كل عام حتى يصير ما في الصوم من سلوك امرا واضحا في حياته، فلا يقصر من الطعام والشراب واللغو، ويتعود الاخلاق الطيبه، ويؤدي تكاليف الدين والواجبات الاجتماعيه، فتقوى صحته وتسمو روحه. بيقولي لابد من تكرار الدرس كل عام.
عام، لماذا فرض الله علينا الصوم في كل عام؟ ليه؟ بيقولي حتى يصير ما في الصوم سلوكا سلوك او ما في من سلوك يعني في الصوم امرا واضحا في حياته. انت لو متعود بتعمل الحاجه كل يوم، الحاجه دي خلاص هتبقى سلوك بالنسبه لك، انت بتعملها من غير وعي اصلا. لو مثلا متعود بتعمل حاجه الصبح وانت نازل، خلاص هتلاقي نفسك بتعملها كل يوم خلاص. فطبعا انا لو صمت مره واحده بس في حياتي وخلاص خلص كده، وانا اتعلمت خلاص الكلام ده طبعا بالوقت هنسى اللي انا كنت متعود عليه في الصيام. انما لو صمت كل سنه هيبقى طبعا السلوك اللي انا هعمله في الصوم هيبقى امر واضح كمان في حياتي، كل سنه خلاص بعمل الكلام ده. وغير كده كمان بعد رمضان هتلاقي نفسك ما بقتش بتكثر من الطعام والشراب واللغو، هتطلع منه اتعودت خلاص ان انا ولا هكتر في طعام ولا شراب ولا طبعا هعمل لغو كتير، لان اللغو بيؤدي الى الذنوب الكتير. فانا لا، انا خلاص انا مش بعمل الكلام ده. وطبعا هيبقى هنتعود الاخلاق الطيبه اللي احنا كنا متعودين عليها في رمضان، لا احنا مش بنشتم عشان احنا صايمين، مش بنعمل حاجه غلط عشان احنا صايمين، احنا بنحسن مثلا الى الفقراء عشان احنا صايمين وعايزين ناخد ثواب اكتر. وطبعا هيؤدي تكاليف الدين والواجبات الاجتماعيه. طبعا الناس كتير بتبقى ممكن ما بتصليش قبل كده، وفي رمضان تلاقيهم بيصلي الوقت ووقته في الجامع وكده. فطبعا الكلام ده هتلاقي نفسك بعد رمضان طلعت متعود عليه، خلاص انا بقيت بصلي حتى لو انا مش صايم، لان انا خلاص اتعودت الكلام ده في رمضان. الواجبات الاجتماعيه اللي هي طبعا العزومات وطبعا اللي هو صله الرحم والكلام ده كله احنا بنعمله في رمضان، هتلاقي نفسك بعد كده لا احنا ان شاء الله بقى الكلام ده نعمله تاني بعد رمضان، خلاص احنا تعودنا بقت عاده عندنا خلاص. فطبعا بالتالي هتقوى صحتك وتسمو روحك. حتى الواحد محتاج ان هو، لان طبعا الانسان السايف هتطلع من رمضان عندك عزيمه وبتعمل كل الكلام ده بكثره، واحده 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 هيفضل يقل لحد ما يجي ميعاد رمضان في الايه في العام اللي بعده، هتلاقي نفسك بقى ايه كنت المفروض خلاص. لو انت فعلا لو ما جاش رمضان في الوقت ده كنت انا هبطل كل اللي انا كنت بعمله من رمضان اللي فات. فهيجي يحيي فيك كل اللي احنا ايه كل السلوكيات وكل الحاجات اللي كنا بنعملها في رمضان اللي فات خلاص. يبقى لماذا فرض الله علينا الصوم في كل عام؟ ليه؟ لان حتى يصير ما في الصوم من سلوك امرا واضحا في حياته، فطبعا ويتعود الاخلاق الطيبه، يؤدي تكاليف الدين، الواجبات الاجتماعيه، فتقوى صحته وتسمى روح.